إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، نتعرض في حياتنا لمتاعب وكبد وهموم وغموم ونكد، منها ما هو هين يسير، ومنها ما هو ثقيل عسير، وكلها بقضاء وقدر، والله على كل شيء قدير. ولكن الكيان يتزلزل، ونذير العواقب يتجلجل، والخوف والحسرة تتغلغل حين ترخص الدماء وتزهق الأرواح. وفي كل يوم، بل في كل غدوة ورواح، حتى لكأننا في حرب كل ما فيها مستباح. معاشر المسلمين، الحفاظ على الأرواح من أغلى المطالب إن لم يكن أغلاها، والإنسان أكرم المخلوقات على الله وأعلاها. قال الله جل وعلا: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ومن أجل ذلك حرم الله الاعتداء على النفس حتى من قبل صاحبها. قال الله جل وعلا: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقال سبحانه: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقال: من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً. ومع وضوح ذلك وجلائه، إلا أنه انتشرت في مجتمعاتنا جرائم بشعة واعتداءات على الأرواح والأبدان والأملاك مفجعة، وكلكم سمعتم بها وشاهدتم كثيراً منها، بل واكتويتم بلظى نارها. ألا وهي جريمة التهور في قيادة السيارات وما تؤول إليه من ندامة، وعدم التقيد بأنظمة المرور واتخاذ أسباب السلامة في تبلد إحساس وتهاون بأرواح الناس، فترى بسببها أرواحاً تزهق، ونساءً ترمَّل، وأسرًا تُفنى، وأطفالًا تُيتَّم، وأمراضًا مُزمِنة، وإعاقاتٍ مُستديمة، فواجع تصل إلى حد الهلع، وخسائر تصل إلى حد الجزع. فما حال رب الأسرة وقد فقد أسرته؟ وما حال المرأة وقد فقدت من يرعاها وأطفالها؟ وما حال الأبوين وقد أزهقت روح فلذة أكبادها؟ وما حال الفتى السوي القوي وقد أصبح مقعدا عاجزا؟ وكل هذا
بسبب فعل متهور وتصرف طائش وعمل غير مسؤول. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. عباد الله، أما آن وقد فاضت نفوس زكية وأرواح نقية أن يتعظ المستهترون ويستفيق الغافلون. وإن من أوضح ما اعتنى به ديننا الحنيف رعاية آداب الطريق وأداء حقه والالتزام بأدابه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطوا الطريق حقه. قيل: وما حقه يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أعظم حقوق الطريق كف الأذى، وأي أذى أعظم من إزهاق الأرواح وإتلاف الممتلكات واستنزاف الثروات. قطع للأيادي وبتر للأرجل وكسر للعظام، دموع وآهات وتقلبات وأنات وأوجاع وآلام، موتى بل قتلى ومقعدون ورمل وأيتام وموتورون. جرائم بشعة، جرائم بشعة أداتها وسائل نقل صارت أداة قتل، يسيء استخدامها ويقودها من لا يقدرها حق قدرها، فبدلاً عن كونها نعمة أصبحت على الناس نقمة. فما من أحد إلا وله قريب أو حبيب أو صديق أو نسيب قد ذهب ضحية حوادث السيارات. ولعل من آخر الفواجع وعظيم المواجع ما أقلق النفوس ورجها وأحزن القلوب وضجها حادث حي المطرفية الذي راح ضحيته شاب لا يزال في ريعان شبابه فمات، وأربع فتيات كن للأكباد فلذات رحمهم الله جميعا وأكرم مثواهم وجعل الجنة مآلهم ومأواهم وألهم ذويهم الصبر والاحتساب والسلوان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات له ثلاثة من الولد دخل الجنة. قيل: يا رسول الله، واثنان؟ قال: واثنان. قال الراوي: ولو قيل وواحد لقال وواحد. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله جل وعلا: ابنوا لعبدي بيتاً في الجنة وسموه بيت الحمد. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى،
والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. ما بعد، عباد الله، قال الله جل وعلا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وقال: ولا تمشي في الأرض مرحا، وقال: واقصد في مشيك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التأني من الله، والعجلة من الشيطان. وقال الناظم: قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل. وقديما قيل: المنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سيره يحث الجموع التي معه ويناديهم ويشير بيده قائلا: أيها الناس، السكينة السكينة. وكان صلى الله عليه وسلم يكبح من سرعة راحلته بشد زمامها حتى كاد رأسها أن يلامس رحلها، وذلك خشية أن يشق على المسلمين في سيرهم أو أن يضايق أحدا منهم في طريقه. معاشر المسلمين، إن المتهور المستهتر المتسبب في قتل نفس في قتل نفسه وقتل وإزهاق أرواح الناس الأبرياء قد أتى جرما عظيما وارتكب خطأ جسيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ثم قال: ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. إي والله، إي والله، لقد بلغت فداك أبي وأمي، ولكن أين من يتعظ؟ نعم يا عباد الله، إن ما قدره الله لا بد أن يكون، وإن كل شيء بقضاء وقدر، ولكن حين يقع القدر وقد أخذت بالأسباب يرحمك كل محب، ويشفق عليك كل صديق، ويعوضك الله خيرا. والأصل في ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعقلها وتوكل. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على عبدك ونبيك ورسولك وصفيِّك وخليلك حبيبنا محمدٍ ونبيِّنا الصادق الأمين. وارضَ اللهم عن خلفائه الراشدين، وعن أزواجه أمهات المؤمنين، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن المؤمنين والمؤمنات إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ومنك وكرمك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. ربنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.